كيف ممكن يفكر أهان ويصدق إني ممكن أتركه؟ إشكي؟ 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 أنتي منيحة؟ كيف حاسة حالك؟ إشكي، كل الشغلات البشعة راحت هلأ، ما ضل غير السعادة والفرح بعرسكن. كتير كان مشغول بالنا عليكي وكنا خايفين كتير يا إشكي. لما عرف آهان باللي صار وإنك رحتي ما عاد طلعت منه ولا كلمة واحدة. عمتي لو سمحتي ما عاد بدنا أزعج، رجاءً اليوم العرس وهاد وقت الفرح وبس، لازم نجهز حالنا يلا. صح بنتي، بس بدي إياكي بنتي ضلي مبتسمة، لأنه الصور اللي بتكوني عم تضحكي فيها أجمل ورح نشوفه تبقى معنا هاي الصور كل حياتنا، صح مدام؟ يلا إشكي، هلأ رح تلبسي التوب مع الساري، رح تطلعي بتجنني. سونو تعي معي. حتى لو عمتي قالت هيك نفس الحكي، أهان عن جد فكر أني ممكن أتركه، هو ما بيوثق فيني. طالعة كتير حلوة عن جد. نحن متوترين لأنه بتعرفي إشكي أخونا هو ملك الأفعال السريعة دائماً، وشفتي ردة فعله آخر مرة كيف كانت. كنت عم أدعي الرب إنه سوء التفاهم هاد يخلص على خير وسلام بهالعيلة. ما في أي فرصة ليصير سوء تفاهم جديد، هاي المرة أهان معه الدليل والإثبات. بغض النظر عن أي دليل، أهان كل عمره بيشجع على إشكي وبعمره ما ترك لحاله. بس هالمرة تركني خالتي، ما إجا حتى ينقذني. بس انتي اجيتي هلأ كل شي تحسن وصار منيح، صح سونالي؟ ايه مزبوط. يلا جهزي حالك، انا رايحة هلأ شوي شوف الوضع كيف برا. اهان فكر اني ممكن اتركه مشان المصاري ومشان شغل سنغافورة او شروط ستي. تعرفي انت ليش عم تتصرفي بهي الطريقه؟ لانه اهلك ما علموكي القيم الاسريه فعلا. انطباعي الاول عنك كان صح، لاني كنت حاسس بالذنب اني انا هنت اهلك، وانا اساسا ما كنت بعرف انكم متعودين على هذا الشيء. وما تغيرت طريقه تفكيره الا لما اعرف انه اهلي ما نون هنيك اساسا ومو معي. بس انت ما انزعجتي مشان عائلتك بوقت الخطبه، بس كرمال الشغل. مين مفكر حالك لتتدخل؟ أنا بعمل أي شيء بدي إياه فيهن. أنا بعمل كل شيء حسب رغبتي، وأهان كان واثق بهالشيء لما عرف حقيقة العمل. يعني لو ما تدخلتي أنا كنت عملت كل شيء بدي إياه مع سونا. ضليت قله كل الوقت عن مايانك إنه مايانك سيء، لحد ما مايانك قبل يتركني بحالي. بس إيفي إن بطل يوثق فيه. كل الدلائل كانت ضدكم، كاميرات المراقبة وحتى شهادة الكاهن كمان. هو وثق فيني اليوم بس بعد الدليل. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.